تتردد أصوات الأحذية في كل مكان منذ غزو روسيا لأوكرانيا. رياح الحرب أشعرت أحد أهم الأماكن الرمزية للسلام في العالم، اليابان، بقلق من التهديد الصيني، كشف عن استراتيجية دفاع طموحة. تدهورت البيئة الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسرعة غير مسبوقة. سأنظر في الخيارات المتاحة بين أيدينا لتعزيز قدراتنا العسكرية الدفاعية، بما في ذلك القدرة على ضرب قواعد الأعداء. انتقلنا بشكل مفاجئ ودراماتيكي من دولة محبة للسلام إلى دولة تطور قدرات الردع من خلال شراء صواريخ توماهوك من الولايات المتحدة. إن توازن القوة الشرط الأساسي لتحقيق السلام بين الدول، لكن روسيا هاجمت أوكرانيا، لذا من الخطأ التفكير في أننا لن نتعرض للهجوم، لأنه ليس لدينا جيش ولا قاعدة عسكرية، تلك الحقبة ولت. أنت! بحلول 2027 يخطط الأرخبيل لزيادة موازنته الدفاعية بنسبة 60%، ما يجعلها ثالث قوة عسكرية بعد الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك تعد اليابان البلد الوحيد في العالم الذي تنازل عن الحرب في دستوره. فأين ذهبت سياسة السلام في اليابان؟ لقد عانينا كثيراً بسبب الحرب لدرجة أننا قررنا التخلي عنها، فلماذا العودة بعد كل هذه المآسي إلى الوراء؟ كنت في السادسة من عمري في السادس من أغسطس عام 1945، حيث كنت ماضية في طريقي إلى المدرسة. رأيت طائرتين في السماء، كنت أراقبهما عندما ضربتني فجأة ومضة ضوء، وبدافع الغريزة حميت وجهي بذراعي، لكن ذلك لم يساعدني في حماية ما تبقى من جسدي، ما تسبب في حرق جبيني وذراعي ورقبتي. سبب تعرضي للحرق بالقنبلة الذرية أنني كنت قد انتقلت إلى سكن يبعد كيلومترين عن مركز الانفجار. في المكان الذي سقطت فيه القنبلة لم نجد عظام الضحايا حتى، لقد مات جميع زملائي في المدرسة وكنت الناجية الوحيدة. هيروشيما أول مدينة عاشت في ظلال الرعب النووي، كانت ختاماً لحرب المحيط الهادئ، ولا تقل فظاعة عن الحرب التي دمرت أوروبا. في النصف الأول من القرن العشرين غزت اليابان المتعصبة جزءاً كبيراً من آسيا والمحيط الهادئ باسم الإمبراطور هيروهيتو الذي يستعرض قواته هنا. هاجمت البلاد قاعدة بيرل هاربر الأمريكية. عندما استعادت الولايات المتحدة السيطرة لم تتردد اليابان في التضحية بالانتحاريين، فقد 3 ملايين ياباني حياتهم في هذه الحرب، 200,000 منهم بسبب القنابل الذرية في هيروشيما وناجازاكي. ما زال اليابانيون يشعرون باشمئزاز شديد تجاه الحرب، ويروجون لرمز سلام يعرفه الجميع. تعد هذه الطيور الورقية حاملة للحظ السعيد، لأنه يقال إن طائر الرفراف يعيش 1000 عام. كانت ساداكو ساساكي طفلة صغيرة في مدرستي، وكانت أصغر مني ب4 سنوات.
يا رفاق، تعالوا من هذا الاتجاه. هيا تعالوا من هنا، من هنا. كانت قد تعرضت للإشعاع في الثانية من عمرها، وأصيبت بالمرض عندما بلغت 12 عاماً. في المستشفى قيل لها إنها ستتعافى إذا طوت 1000 لعبة ورقية من طائر الرفراف. لقد أخلصت النية وفعلتها، ومع ذلك لم تنجح في البقاء على قيد الحياة. بقيت قصة ساداكو ساساكي رمزاً للسلام. بعد قصف هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية بأيام، أعلن الإمبراطور هيروهيتو عبر الإذاعة استسلام اليابان. لم يسمع اليابانيون صوت إمبراطورهم. كان الناس يبكون أثناء الاستماع إلى ما كانت بالنسبة لهم صدمة مفاجئة. وهذا ما يفسر أننا منذ ذلك الحين أصبحنا ندرك أن ما كان خاطئاً هو تسليح اليابان، لذا أصبحوا يكرهون الجانب العسكري بعد الحرب العالمية الثانية. رفض الجانب العسكري من قبل الغالبية الكبيرة من اليابانيين يصادف أجندة الفائزين. بصفته القائد العظيم لقوات الاحتلال الأمريكية، يعتزم الجنرال دوغلاس ماك آرثر نزع الجيش عن البلاد وتشكيل يابان جديدة. أملي الصادق وبالطبع أمل البشرية أن ينشأ في هذه المناسبة الرسمية عالم أفضل من الذي يخرج من بين الدماء والمذبحة التي مررنا بها. باسم رجال ونساء قاعدة يوكوتا للطيران، يشرفني أن أرحب بكم في مهرجان الصداقة بين اليابان والولايات المتحدة. نهاية الحرب احتل الأمريكيون أرخبيل اليابان 7 سنوات، ولا غنى عنهم حتى اليوم. يسمح هذا المهرجان بالتواصل مع 55,000 مارينز المتمركزين في اليابان. ارتدى بعضهم أزياء الأبطال الخارقين خصيصاً لهذه المناسبة. مفهوم المصير الواضح هو الذي يحرك الأمريكيين، ويعتبرون أن للولايات المتحدة دوراً خاصاً لتلعبه في العالم. فوضعت الولايات المتحدة في مهمة مدنية لنشر قيمها. يريد الأمريكيون أن يجعلوا من اليابان نافذة لتفوق نموذجهم على الآخرين. لكن من جهة أخرى، تبنى الشعب الياباني أيضاً فرصة المصير هذه، ودعم بحماسة شديدة المفهوم الأمريكي للإصلاحات الديمقراطية ووقف التسلح. على أساس اليابان الجديدة هذه التي رأت النور بعد الحرب، هناك دستور جديد كتبه الأمريكيون في أسبوع واحد. الحكومة اليابانية في وضع الانكسار وليس لديها خيار سوى قبوله. لقد حاولت الحكومة اليابانية حماية الإمبراطور بكل الوسائل الممكنة، لأن الإمبراطور يمثل رمزاً لديمقراطية يابانية خاصة. وفي مقابل محاولة حمايتها للإمبراطور، تخلت الحكومة عن سيادتها في ذلك الوقت بما في ذلك الدستور. يحتفظ الإمبراطور هيروهيتو بعرشه رغم مشاركته في الحرب، لكن دوره أصبح رمزياً. تسمح هذه الديمقراطية بحق التصويت للنساء وحرية الصحافة والنقابات. يتضمن دستور عام 1946 أيضاً مادة ثورية، المادة 9، وهي إقامة سلام في الدولة. بطموح صادق من الشعب الياباني إلى سلام دولي مبني على العدل والنظام، يتنازل للأبد عن الحرب كحق سيادي للأمة، وكذلك عن التهديد أو استخدام القوة كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية. إذا اتبعتم النص بدقة، سترون أن الأمر يتعلق بدستور سلمي ينادي برفض الاحتفاظ بأي وسيلة عسكرية في البلاد.
وهذا يتجاوز ما هو مكتوب في الدستور الألماني نفسه. يعتمد نزع التسلح في اليابان على الحماية الأمريكية مع حظر المشاركة في القتال. يوضع الأرخبيل تحت وصاية الولايات المتحدة التي تتعهد بحمايته في حال الهجوم. بالنسبة لنا، الأمريكيون موجودون هنا لحماية اليابان، لذا نقبل القاعدة العسكرية. أجل. صوت الطائرات صاخب، ولا يسمح للطائرات اليابانية بالتحليق فوق هذه المنطقة. أجل، لكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه من أجل أمان البلاد. حتى بعد نهاية الاحتلال الأمريكي واستقلال اليابان عام 1952، يظل الأرخبيل قطعة أساسية في النظام العالمي الأمريكي. بفضل المعاهدة الأمنية بين البلدين، يمكن للولايات المتحدة تأسيس قواعد عسكرية على الأراضي اليابانية. يستضيف البلد حالياً 130 قاعدة. ورغم أن اليابان دولة سلمية، فإنها تعد القاعدة الخلفية للأمريكيين في حروب كوريا وفيتنام، ولاحقاً في العراق وأفغانستان. تعد اليابان في بعض الأحيان حاملة طائرات لجيش الولايات المتحدة في منطقة شرق آسيا، وهذا يعني أن الولايات المتحدة لديها بلد يمكنها نشر عدد كبير من القوات العسكرية فيه. إنه أكبر تجمع للقوات الأمريكية خارج حدود الولايات المتحدة، وهذا يسمح للقوات الأمريكية بالتدخل العسكري في اليابان والمنطقة عند الضرورة. هنا في آسيا يفصل بحر ضيق اليابان والعالم الحر عن الشيوعية السوفيتية. عند اندلاع الحرب الباردة عام 1947 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، توجه اليابان إلى معسكر الغرب، وتظهر الوثائقيات العسكرية الأمريكية أهمية اليابان في صد التهديد الشيوعي في آسيا. عندما بدأت حرب كوريا عام 1950، دعم الاتحاد السوفيتي والصين الشمال، ودعمت الولايات المتحدة الجنوب. مع انتصار الشيوعيين في الحرب الأهلية الصينية عام 1949، ندمت الولايات المتحدة سريعاً على المادة التاسعة من الدستور التي تحظر الحرب، لأنهم أرادوا إعادة تسليح اليابان حتى تساعدهم في القتال بكوريا. في ذلك الوقت رد رئيس الوزراء الياباني يوشيدا شيغيرو بالقول: إن يدي مقيدتان، فالدستور يمنعني وأنتم من منحتمونا إياه. لذا أصبحت المادة السلمية مثل فص ثوم لصد طلبات دراكولا الأمريكي. نحن نريد تركيز مواردنا القليلة على إعادة الإعمار الاقتصادي. بعد التنازل للأمريكيين، أنشأت اليابان قوات الدفاع الذاتي عام 1954، وهو خرق أول في دستورها السلمي. لكن البلاد ظلت رغم ذلك وفية لموقفها البسيط، مكتفية بالدفاع المشروع. تنازلت اليابان عن سياسة القوة لتفضيل إعادة إعمارها الاقتصادي. وبعد تدميرها جراء الحرب، أصبحت اليابان ثانية أكبر قوة اقتصادية عالمية نهاية ستينات القرن الماضي. استفادت ألمانيا واليابان حينها من ميزتين بفضل شراكتهما الوثيقة مع الولايات المتحدة. أولاً، لم يكن عليهما إنفاق كثير من الأموال في المجال العسكري، وثانياً، تمكنتا من استعادة ثقة الدول المجاورة التي فقدتاها، وقد فعلتا ذلك بنجاح كبير. إذا نظرتم إلى كيفية تطور ألمانيا واليابان خلال الحرب الباردة، فستلاحظون بالتأكيد أنهما أصبحتا على حد سواء أكبر قوتين اقتصاديتين في مناطقهما. أصبحت اليابان صوتاً للسلام،
ورائدة في مكافحة انتشار الأسلحة النووية. يعتمد البلد ثلاثة مبادئ فيما يتعلق بالأسلحة النووية: هي عدم امتلاكها، وعدم إنتاجها، وعدم إدخالها لأراضي. تعد هيروشيما مقراً لهذا القتال ضد السلاح الذري. عندما جمع رئيس الوزراء كيشيدا قادة مجموعة الدول السبع في هيروشيما عام 2023، أرسل إشارة قوية إلى روسيا التي نشرت أسلحة نووية تكتيكية على الحدود الأوكرانية. من هذه المدينة التي تحمل طابع القصف الذري إلى الأبد، يجب على جيلنا الاستمرار في توعية العقول والمضي قدماً من دون كلل نحو مستقبل خال من الأسلحة النووية. يخفي هذا الموقف ضد السلاح الذري سلوكاً أكثر غموضاً. ورغم إصرار ناجين من قنابل هيروشيما وناغازاكي، فقد رفضت اليابان توقيع معاهدة حظر الأسلحة النووية. منحتنا معاهدة حظر الأسلحة النووية أملاً كبيراً. كنت سعيدة جداً عند التصديق على النص من الأمم المتحدة عام 2017، وعندما تلقينا جائزة نوبل للسلام في أوسلو عن كفاحنا من أجل هذه المعاهدة. لكن كان لليابان رأي آخر، كما فعلت الدول التي تحتمي بمظلة نووية. تواجه اليابان ما يسمى المأزق النووي، فبينما تسعى إلى تحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية نتيجة لتجربتها المأساوية في هيروشيما وناغازاكي، تعتمد اليابان على الترسانة النووية الأمريكية بسبب البيئة الأمنية المتوترة جدا في المنطقة. تناضل اليابان لإلغاء الأسلحة النووية، لكنها تطلب من الأمريكيين أن يستخدموها بدلاً منها إذا لزم الأمر. يذهب البلد إلى حد الاضطراب، حيث يفكر جدياً في تطوير قنبلة نووية خاصة به. مهاراته التكنولوجية التي تظهر في الصور ثلاثية الأبعاد المعروضة على الشاشة الإعلانية تظهر أيضاً في مجال البحث النووي. لمرافقة نموه الهائل، شرع الأرخبيل في إنتاج الطاقة النووية المدنية في ستينات القرن الماضي. كنا متحمسين جداً لأن الدعاية التي انتشرت حينها وعدت بتحويل صدمة القنبلة الذرية المرعبة إلى تطوير اقتصادي هائل لليابان بفضل ما كانوا يسمونها طاقة الحلم. وبهذه الطريقة بنت اليابان عشرات المفاعلات التي توفر ثلث الكهرباء في البلاد. لكن لهذه الصناعة ناتجاً مزعجاً هو البلوتونيوم. تمتلك اليابان 47 طناً منه، ما يجعلها من الدول التي تمتلك أكبر كمية منه. وبينما يعاد معظم هذا المخزون إلى فرنسا وبريطانيا، تحتفظ اليابان بتسعة أطنان على أراضيها، ما يكفي لصنع مئات من رؤوس الأسلحة النووية. وكأن اليابان تملك بالفعل القنبلة الذرية. إنه سلاح ذري مخفي، يمكن تصنيع قنبلة ذرية من البلوتونيوم مثل تلك التي استخدمت في ناغازاكي في أي وقت. بعد التجربة النووية الصينية الأولى عام 1964، طلب رئيس الوزراء حينها تقريراً سرياً لدراسة جدوى تطوير قنبلة يابانية. الاستنتاج: ستخسر اليابان كثيراً إذا دخلت هذه المغامرة.
إذا طورت اليابان القنبلة ستجد نفسها فجأة في موقف إيران أو كوريا الشمالية. لا تستطيع اليابان قبول أن تكون على هامش المجتمع الدولي، لذا من المستحيل أن تكتسب السلاح النووي. ومع ذلك حتى اليوم وحتى على أعلى المستويات يبرز بعض السياسيين القوميين في اليابان قدرتهم التقنية على امتلاك السلاح النووي، كمن يمسك بقماش ويهزه أمام الدول النووية بالمنطقة. تعد تلك أيضاً رسالة إلى الحليف الأمريكي للحفاظ على مظلته النووية القوية فوق اليابان. أنا أقول للصين وكوريا الشمالية وروسيا والولايات المتحدة، إن لدينا الإمكانية ولدينا القدرة على إنتاج أسلحة نووية حديثة، لذا لا تهددونا، لا تفاوضونا على ذلك، أحذركم. يكشف هذا النوع من التصريحات عن الانقسام بين الحكومات المحافظة الممتلكة للقدرة النووية والرأي الياباني الحساس تجاه القنبلة الذرية. على مدى عقود كبح سلوك السلام الذي تتبناه أغلبية ساحقة من اليابانيين أي طموح عسكري، لكن نهاية الحرب الباردة كانت نقطة تحول. عام 1989 سقط جدار برلين، وفي العام التالي كانت نهاية الاتحاد السوفيتي. يكمن سبب التحالف العسكري بين الولايات المتحدة واليابان في مكافحة انتشار الشيوعية. في الحقبة نفسها شهدت اليابان أزمة اقتصادية خطيرة وضعت حداً لعقود من الازدهار. فقدت اليابان هويتها بعد التسعينات عندما انفجرت فقاعة العقارات والتضخم. لقد اهتزت الثقة بقوة اقتصاد البلاد، ومع نهاية الحرب الباردة لم تكن اليابان تعلم في أي معسكر توجد. حدث اندفاع وطني جارف بأعقاب أزمة التسعينات في اليابان. ظهرت شخصيات أكثر إلحاحاً على الساحة السياسية اليابانية، ترى أن الوقت حان لليابان لطي صفحة ما بعد الحرب وأنها قد اعتذرت بما يكفي. بالنسبة للسلطة التي كانت في الخمسينات، يرى المحافظون أن على اليابان أن تستعيد مكانتها في العالم. فقد عد عدم إرسال القوات إلى حرب الخليج عام 1991 إهانة لهم بسبب الدستور السلمي. وبعد عام واحد أذن البرلمان لليابان بالمشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كمبوديا وموزمبيق وتيمور الشرقية، إنه خرق جديد للسلمية الدولية. في وقت لاحق عام 2010 بدأ الزعيم البارز لليمين القومي شينزو آبي جعل اليابان بلداً طبيعياً، وهذا يعني بلداً قادراً ليس فقط على الدفاع عن نفسه لكن أيضاً على إرسال قواته إلى الخارج. الطريقة التي تتصرف بها اليابان وكذلك الشعب الياباني يجب أن تكون جميلة. هذه هي فكرة رئيس الوزراء آبي عن يابان جميلة وقوية، فالناس في أي مكان لا يحترمون على الإطلاق أولئك الذين لا يدافعون عن أنفسهم. تحت تصفيق الأمريكيين أنشأ رئيس الوزراء وزارة الدفاع وأذن لليابان بالتدخل عسكرياً إلى جانب الولايات المتحدة. آبي استقل! آبي استقل! آبي استقل! لكن أمام رأي قوي يتمسك بالسلام كان عليه التنازل عن تعديل الدستور. لنحمي الدستور! لنحمي الدستور! لتبرير هذا التجديد العسكري تسلط السلطات اليابانية الضوء على تصاعد التوتر الكبير في المنطقة. يواجه بلدنا بيئة أمنية أكثر تعقيداً وتوتراً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالفعل، لذا تسلط مقاطع الفيديو لقوات الدفاع الذاتي الضوء على عدوانية جيرانها. إنه تحول كبير للوضع مقارنة بفترة الحرب الباردة حيث كانت ألمانيا في المقدمة.
على عكس ذلك، عندما ننظر إلى ما بعد الحرب الباردة، فقد تدهورت الحالة بشكل كبير بالنسبة لليابان، حيث لم تبدأ كوريا الشمالية برنامجها النووي إلا في تسعينات القرن الماضي، ما يعني أن اليابان تواجه للمرة الأولى وضعاً حرجاً للغاية تشعر فيه بالتهديد الحقيقي لنفسها. عبرت عدة صواريخ باليستية كورية شمالية فوق الأرخبيل، ومكنت 6 اختبارات نووية عائلة كيم من الوصول إلى مرتبة القوة النووية. نحن نواجه 3 ديكتاتوريات على أبوابنا، هي الصين وكوريا الشمالية وروسيا، وجميعها مزودة بالسلاح النووي. جار ضخم يثير قلقاً خاصاً في اليابان. عام 2010 أزاحت جمهورية الصين الشعبية البلاد كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، وقد رافقت هذا الصعود طموحات كبيرة جداً للصين. لقد عملتم بجد. نحن في خدمة الشعب. جنوبي غرب اليابان يطالب الرئيس شي جين بينغ بمعظم بحر الصين الشرقي، بما في ذلك جزء من المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان. يتجلى الصراع بين البلدين على جزر السينكاكو. تدار هذه الجزر غير المأهولة من قبل اليابان، لكن الصين تطالب بها وتسميها دياويو. إن من يمتلك ويدير هذه الجزر سوف يسيطر على هذه المنطقة. هيتوشي ناكاما السياسي القومي الذي أصبح صياداً يأتي بانتظام من جزيرة مجاورة للدفاع عن سيادة اليابان على جزر سينكاكو. أريد أن أثبت للجميع أن المواطن العادي في اليابان يمكنه أن يتولى الدفاع عن بلاده. هل يعد الذهاب للصيد في أراضينا جريمة؟ هل هي جريمة حقاً؟ يقولون إنني أثير المشكلات بين البلدين عندما أذهب للصيد في جزر السينكاكو، لكن عليهم أن يفهموا أن الصين هي التي تثير المشكلات عندما تحاول الاستيلاء على هذه الجزر. اتخذ هذا النزاع مساراً جديداً عام 2010 عندما اصطدمت سفينة صيد صينية بحرس سواحل يابانيين. توقفوا! سيكون هناك اهتزاز! توقفوا! توقفوا! اصطدمت تلك السفينة الأجنبية بالميزوكي! بعد عامين اشترت الحكومة اليابانية جزءاً من جزر السينكاكو، ما أدى لاندلاع احتجاجات صينية مثيرة ضد اليابان. من حينها أصبح خفر السواحل الصينيون يخترقون المياه اليابانية يومياً تقريباً. إنهم يتحدثون عن خفر السواحل الصينيين، لكنهم يخضعون لقيادة الجيش الصيني، لذا فهم يعدون من الجيش. لسنوات طويلة يختبرون إلى أي مدى يمكنهم الاقتراب من جزرنا. بفضل مقاطع الفيديو التي يصورها بنفسه، يريد الصياد أن يجعل العالم على دراية باللعبة الخطيرة التي تلعبها السفن الصينية. هناك على الدوام قاربان أو 3 قوارب تطارد بعضها في المنطقة. أقصى اليسار سفينة صينية، وفي المنتصف خفر السواحل الياباني، وهو الأقرب إلى قاربي، والسفينة اليابانية التي تدفع السفينة الصينية بلا هوادة. لكن قد يخرج الوضع عن السيطرة، لا شك في ذلك.
بمجرد وصوله إلى جزر سينكاكو يرفع الصياد العلم الإمبراطوري لليابان، وهو استفزاز ضئيل في مواجهة الضغط الصيني. واليوم تظل اليابان بعيدة عن الأنظار لتجنب التصعيد مع الصين، ويحظر على رعاياها النزول إلى الجزر، ولا يسمح إلا للصيادين فقط بالاقتراب من جزر سينكاكو. أصبح من الصعب على اليابان الوقوف في وجه الصين، لكن خفر السواحل اليابانيين يقومون بعمل رائع. ومن المثير للاهتمام أن الصين تبذل قصارى جهدها لتجنب إرسال القوارب والطائرات العسكرية إلى تلك المنطقة، حيث يقولون إننا في المنطقة الرمادية. هذه ليست حرباً، لكننا نتجاوز السلام. إنه أمر خطير للغاية، لكن الجيش لم يشارك في هذا الأمر. أنا أنتقد بشدة الحكومة اليابانية التي تضع ثقل حرب عالمية ثالثة محتملة على أكتاف خفر السواحل العاملين في تلك المنطقة، لكن ليس هناك الكثير مما يمكنهم فعله لحماية مياههم الإقليمية. إذا كان خفر السواحل على خط المواجهة، فإن الجنود اليابانيين في حالة تأهب على جزيرة بالقرب من سينكاكو. وهنا في آيشيغاكي افتتحت اليابان آخر قاعدة عسكرية لها. إنها إحدى جزر أرخبيل أوكيناوا، نحو 160 جزيرة تخفي المنطقة الأكثر عرضة للخطر في اليابان. مباشرة أمام السواحل الصينية والتايوانية، وإضافة لكونها المقر الرئيس لجزء كبير من القوات الأمريكية في البلاد، فقد بنت اليابان قواعدها الخاصة فيها منذ عام 2016. كانت ستسوكو يامازاتو تحتج كل أسبوع ضد هذا الوجود العسكري. بشكل عام، إنهم يستعدون لتحويل نحو 40 جزيرة إلى ساحات للقتال. نحن نسمع انتقادات ومقترحات بديلة، لكنها قليلة جداً لهذه القواعد العسكرية الموجودة هنا. نشعر بالإعداد للحرب في صمت. هل أنتن جاهزات؟ دعاة السلام في الجزيرة قليلون، لكنهم مصممون. وبعيداً عن الشعور بالحماية من الأنظمة المضادة للصواريخ التي وصلت إلى القاعدة، فإنهم يخشون استهداف جزيرتهم. إلى من يسمعنا؟ ندعو الشباب والآباء للانضمام إلينا من أجل مستقبل الجزيرة التي نعيش عليها، لذا أرجوكم انضموا لنحقق السلام. انضموا. نحن لا نريد أن نقتل أو نقتل. أجل. لذا انضموا. انضموا. لحماية بقية اليابان، نحن نضحي بجزرنا النائية مرة أخرى. بنيت هذه القواعد على فترات منتظمة في أوكيناوا، التي تشكل أول حاجز عسكري ياباني لردع القوات الصينية من دخول المنطقة. أوكيناوا جزء مما تسمى السلسلة الأولى من الجزر حول الصين، وتمتد من جنوبي اليابان وأوكيناوا وتايوان، الفلبين وإندونيسيا، وجميعها شريكة أو حليفة للولايات المتحدة. هذه المنطقة الحدودية بين العالمين الصيني والغربي موقع حرب لا يذكر اسمها. أنا أيضاً أتحدث إلى الضباط الصينيين، وقلنا لأنفسنا
لماذا لا يغلق كل منا أراضيه حيث تستخدم الصين أول سلسلة جزر تابعة لها لمحاولة منع الأمريكيين واليابانيين من دخول المنطقة القريبة من الصين؟ ونحن نفعل الشيء نفسه ونمنعهم من الاقتراب. لسنا بحاجة للفوز بشكل حاسم، لكننا بحاجة إلى تجنب الهزيمة. بالنسبة للنشطاء، فإن هذه القاعدة الجديدة للجيش الياباني لا تعمل فقط على ردع الصين عن مهاجمة اليابان، لكن أيضاً وقبل كل شيء لإرضاء الحليف الأمريكي. ولأن اليابان متحالفة مع الأمريكيين، فإن الولايات المتحدة ستكون العقل المدبر، واليابان ستكون يدها الصغيرة. إنه أمر لا مفر منه، وبمجرد انتهاء القاعدة العسكرية سيأتي الأمريكيون لتهنئتنا والقول لنا أحسنتم صنعاً. كيف يمكن لدعاة السلام اليابانيين الذين من المفترض أن يكونوا راسخين وراء الدرع الأمريكية أن يجدوا أنفسهم على خط المواجهة ضد الصين؟ لعبت إرادة القيادة اليابانية دورها، لكن الولايات المتحدة عملت أيضاً على إعادة تسليح هذا الأرخبيل. بما أن اليابان قوة اقتصادية عظيمة، فإن الأمريكيين يتهمونها بالاستفادة من حمايتهم لها. شكراً، شكراً لكم. هذا ما أطلقه الرئيس ترامب عام 2019 أمام اليابانيين المذهولين. أريد أن أقول أمام الحاضرين هنا وإلى كل من يسمعني في الخارج، إذا هاجم أحدهم اليابان فسنقاوم تلك القوات الغازية ونضع كل قوتنا في المعركة. نحن عالقون وملتزمون بالقتال من أجل اليابان، لكن إذا وقع هجوم على الولايات المتحدة فلن تفعل اليابان شيئاً. هذا غير عادل. هذا هو الاتفاق الذي توصلنا إليه. كانت الحماية غير المشروطة للولايات المتحدة التي هي أساس النزعة السلمية في اليابان مترددة. بالطبع قد يحدث هذا. كانت اليابان قلقة مما إذا ما كانت الولايات المتحدة ستتدخل حال وقوع هجوم على اليابان. لقد استخدم الأمريكيون هذا القلق بذكاء شديد لمطالبة اليابان بالمساهمة بشكل أكبر في هذا التحالف العسكري. لمواصلة الاستفادة من حماية الولايات المتحدة تدفع اليابان 75% من تكلفة القواعد الأمريكية الموجودة على أراضيها، أكثر بكثير من حلفاء أمريكا الآخرين، وتعمل على زيادة وسائل الدفاع الخاصة بها لتخفيف ما تسميه الولايات المتحدة العبء. هناك قوى تحريفية جديدة مثل الصين وروسيا تحاول تغيير النظام الدولي. في هذا السياق لم تعد الولايات المتحدة القوة المتفوقة التي كانت من وجهتي نظر عسكرية وسياسية، وهذا يعني بطبيعة الحال أن الولايات المتحدة ستعتمد أكثر بكثير مما كانت عليه على مشاركة ودعم حلفائها للحفاظ على النظام العالمي الليبرالي. خلال المواجهة مع الصين التي تعد الصدمة الكبيرة للقرن الحادي والعشرين، فإن الولايات المتحدة تطلب الدعم من اليابان. في كثير من الأحيان مع إشارات تذكرنا بالحرب الباردة. نحن القوات المنتظرة للجيش الأمريكي في اليابان على حافة الحرية، على جانب من السلسلة الأولى للجزر حول الصين. يوجد عشاق الحرية، حلفاؤنا وشركاؤنا كوريا الجنوبية واليابان والفلبين وتايوان، وعلى الجانب الآخر ثلاثة أنظمة استبدادية. اليوم تهدف الولايات المتحدة من كل ما تقوم به إلى تطويق جمهورية الصين الشعبية بعد الحرب العالمية الثانية. لم تنتهي الحرب الباردة التي بدأتها الولايات المتحدة، كانت الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي الخطوة الأولى فقط. اليوم أطلقت الولايات المتحدة حرباً باردة عالمية ضد الصين. إنهم يريدون جعل اليابان خصماً لجمهورية الصين، ويعملون بشكل متزايد لتحويل اليابان من دولة مسالمة رسمياً إلى دولة عسكرية تنفذ مآربهم. We'll be right back.
في ديسمبر 2022 كشف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا النقاب عن استراتيجية الأمن القومي الجديدة وهي مدهشة. اسمحوا لي بأن أكون صريحاً، دفاعنا ليس كافياً تماماً. لتعزيز دفاعنا بشكل كبير سنزيد الموازنة العسكرية إلى 43 ألف مليار ين على مدى السنوات الخمس المقبلة. مع إنفاق عسكري ب 270 مليار يورو على مدى خمس سنوات رفعت الحواجز التي تضمن موقفاً بسيطاً. كان الحد الأعلى لميزانية الدفاع حينها 1%، لكنه ارتفع ل 2% من الناتج المحلي، وهي المشاركة المطلوبة من الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. تتعرض الاستراتيجية الدفاعية للتحدي لامتلاك وسائل هجومية، بما في ذلك 400 صاروخ كروز أمريكي توماهوك. إذا كان هذا التغيير العسكري يستعد فترة طويلة، فقد تطلب الأمر غزو أوكرانيا من قبل روسيا لإزالة ما تبقى من روح الدستور السلمي. لقد جعلنا موقف روسيا في أوكرانيا ندرك حقيقة هذا العالم، فنحن لا نعيش في الجنة. لم يكن البرنامج النووي الكوري الشمالي العامل الأساسي الذي غير اللعبة، رغم أنه مهم، ولا التحديث العسكري للصين الذي يعد عاملاً أيضاً، لأن هذين العاملين كانا موجودين آخر 20 عاماً. التغيير الرئيس أن بوتين شدد على أهمية الاستعداد لما هو غير متوقع، لذا فقد جعل الفرصة مواتية لإيقاظ مخاوف الشعب الياباني الذي بدأ يفكر ويتساءل. لقد أثرت الحرب بأوكرانيا في الرأي العام السلمي بحزم شديد، فللمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية اليابانيين يؤيدون تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد. فجأة ينظر اليابانيون إلى الصين بمزيد من القلق. أصبحوا يؤمنون أكثر في تهديدها بضم تايوان إلى الصين القارية بالقوة إذا لزم الأمر. من المحتمل أن تكون منطقة شرق آسيا أوكرانيا المقبلة. يرى اليابانيون الذين أعمل معهم أن اليابان مثل بولندا، والفلبين كرومانيا، والصين مثل روسيا، وتايوان هي أوكرانيا. اجتماع! قررت بكين بالفعل فرض التعبئة العامة ضد تايوان. خلال استعراض للقوة حول الجزيرة في أغسطس 2022 أطلقت الصين 5 صواريخ على المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان كتحذير واضح للأرخبيل المجاور للبقاء خارج الصراع. جزيرة يوناغوني اليابانية قريبة جداً من تايوان، لذا سواء أحبت ذلك أم لا ستشارك اليابان بسرعة كافية في الصراع الذي سينشأ حول جزيرة تايوان حالة اندلاعه، إضافة إلى العامل السابق. ونظراً لأن اليابان تلعب دور مركز لتنظيم الأعمال العسكرية الأمريكية في منطقة شرق المحيط الهادئ الآسيوية، فإنها ستصبح هدفاً لهجمات محتملة من القوات الصينية. وللمرة الأولى تصف اليابان الصين بأنها تحد استراتيجي غير مسبوق للسلام والأمن في اليابان. إنها تغلق صفوفها مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، كوريا الجنوبية والفلبين وتايلاند وأستراليا. وهكذا تتصالح اليابان مع عدوها الشقيق كوريا الجنوبية المستعمرة اليابانية السابقة. بعكس ما كان متوقعاً قبل بضعة أشهر، استقبل رئيس الوزراء الياباني بحفاوة في سيول عام 2023.
يشعر كثيرون في كوريا بأن اليابان لم تعتذر عن انتهاكاتها منذ الوقت الذي كانت فيه شبه الجزيرة مستعمرة لليابان. كانت للكوريين علاقة عاطفية للغاية باليابان، لكن منذ تحسن العلاقات يرى الكوريون الأمور بشكل أكثر عقلانية. لقد فهموا أن التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أصبح مهماً للغاية، لأن الوضع في أوكرانيا جعلنا ندخل جميعاً في حرب باردة جديدة. في مواجهة هذا التصعيد الجديد تتماسك أرض الشمس المشرقة على رأس أحدى أكبر القوات العسكرية في العالم، لتقدم اليابان نفسها كحليف للولايات المتحدة في آسيا، وترافق صعودها صورة أكثر قتالية لقوات الدفاع الذاتي اليابانية. عند مدخل خليج طوكيو تستعرض قاعدة يوكوسوكا البحرية غواصاتها وأنظمتها المضادة للصواريخ وسفنها. خلال هذه الأيام المفتوحة يتزاحم عشرات الآلاف من الزوار لاكتشاف الترسانة اليابانية. يمكن للمدفع أن يدير نفسه بزاوية 360 درجة، والرادار هو الذي يقوده. لقد حولت اليابان، وهذا أمر أساسي، مدمرتين إلى حاملات طائرات، ما يسمح لها بإسقاط نفسها خارج حدودها. حتى لو لم تكن تحمل اسماً، فإن قوات الدفاع الذاتي تظهر نفسها كجيش حقيقي. أثناء الكوارث الطبيعية، غالباً ما نرى قوات الدفاع عن النفس على شاشة التلفاز، إنها هنا لإنقاذ الناس، لكن التركيز ينصب على الدفاع الوطني، وأعتقد أنهم سيقومون بعمل جيد في هذا الجانب أيضاً. نحن بالفعل نعتمد عليهم. قد ينظر الناس إلينا كمنقذين جيدين لا كمقاتلين جيدين، لكننا في الواقع مقاتلون جيدون. يساعد مهرجان قاعدة يوكوسوكا في جذب مجندين جدد. إنها المهمة الموكلة إلى الشبان الملتزمين، والهدف الرئيس لقوات الدفاع عن النفس. أنا سعيدة للغاية لأنني اكتسبت هذه العضلات والمقاومة نتيجة للتدريب الجيد والممنهج الذي خضعت له. نعم، هذا صحيح. كما يمكننا الآن حمل بندقية والذهاب إلى أماكن غريبة، أجد ذلك مثيرا جدا. من منكم يعيش في تسوشي؟ هذا جيد، سيقام حدث في الجوار، مكتوب هنا وظيفة العمل من أجل السلام. جميل، هذا شرف لي. أعتمد عليك في الأول من يوليو. ورغم الصورة الإيجابية لقوات الدفاع الذاتي بين الناس، فإن المهنة العسكرية لا تروق كثيراً لليابانيين. تظهر الأرقام أننا بنصف وحدة التجنيد التي نرغب فيها، وهي منخفضة للغاية ولا تبشر بالخير. بالنسبة للظروف العملية والمادية لهذا التغيير في الموقف العسكري الذي ترغب فيه الحكومة اليابانية. زيادة الموازنة العسكرية لن تكون كافية من دون تغيير العقلية. بالطبع تعاني قوات الدفاع الذاتي انخفاض معدل المواليد في اليابان، لكن الخوف من عودة الحرب يثبط أيضاً الدعوات. بما أن الجيش الياباني ليس جيشاً، فلا يمكننا أن نكون في حالة قتالية، ولا يمكننا أن نجعل أطفال البلاد يموتون في المعركة بسبب هذه الصدمة الشديدة وعدد الضحايا خلال الحرب العالمية الثانية. يظهر ذلك على سبيل المثال عندما التحقوا بالعراق، قام اليابانيون بمهمات لإزالة الألغام. هم دائماً بعيدون عن الخط الأمامي وعن النار، لذا نحاول كل مرة توسيع حدود ما يمكننا القيام به، لكن حتى الآن لم تحدث وفيات في المعارك بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية. بعد تشكيل صورة للسلام لمدة 80 عاماً، ربما نسيت اليابان طريقة شن الحروب. العودة إلى منطق التكتل أو الحفاظ على دبلوماسية التعاون الإقليمي
وضعت اليابان خلال عقود من النزعة السلمية على مفترق طرق. تخشى دوائر الأعمال وبعض الباحثين أن تكون المواجهة مع الصين خطيرة على أمن اليابان وضارة باقتصادها. اليابان حذرة للغاية، لأن الصين أول شريك اقتصادي لها. سيعتمد ازدهار اليابان في المستقبل على الإمكانات المتوافرة في الصين. ربما تقلقهم الصين سراً، لكنهم لن يقولوا ذلك علناً ولن ينهضوا لمواجهتها، لأنهم يرون أن الصين تتقدم بثبات وهي القوة الصاعدة. ويبدو أن الولايات المتحدة في تراجع، فلماذا تربط نفسها بسفينة أمريكية غارقة بينما الصين في حالة نمو؟ وفي هيروشيما نحن نعرف جيداً ثمن المواجهة. يأمل الناجون من القنبلة الذرية تهدئة الوضع مع الصين، ويذكرون بأن الدبلوماسية تعني التعاون مع الدول التي لا تتشارك معها القيم نفسها. الأكثر إثارة للقلق في كل هذا أننا نصنع عدواً افتراضياً لأنفسنا. لدي انطباع بأننا في الغرب نستقطب العالم بين الأعداء والحلفاء، لكن بصفتنا آسيويين نعتقد أن البشر كائنات غامضة، وفي هذا الغموض يمكن أن يزدهر السلام بين البشر. كل عام يواصل الأطفال كتابة رسائل السلام على الفوانيس في ذكرى قنبلة هيروشيما، لكن مع تلاشي أصوات آخر الناجين وتلاشي ذكرى الحرب، تترنح فوانيس السلام بشكل خطير.